السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الزيرو جمارك اللي هيتطبق بين مصر وتركيا، والسيارة رينو ميجان اللي هيتطبق عليها موضوع الزيرو جمارك. بتستعد وزارة المالية ممثلة طبعا في مصلحة الجمارك في مطلع يناير 2020 بتطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات وأجزائها، اعمالا طبعا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. أعلنت مصلحة الجمارك يناير اللي فات عن بلوغ نسبة الخفض الجمركي على الواردات التركية ل 90%، وأشارت إلى نسبة 10% اللي فاضلة هيتم إزالتها في 2020 علشان تكون بكده الرسوم الجمركية على الواردات التركية صفر. بتعتبر السيارة رينو ميجان جراند كوبيه العائلية من السيارات اللي بتحظى بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في أول يناير 2020. بتنزل السوق المصري عن طريق مصنع الشركة الفرنسية في تركيا. ميجان هينطبق عليها اشتراطات الإعفاء من الجمارك علشان يتحقق فيها الشرط الأساسي اللي هو نسبة المكون المحلي المقدر ب 60%، وهو ده البند الأساسي في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. كان الأستاذ علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية أكد في تصريح إن العربية اللي جاية من تركيا هينطبق عليها شرط المكون المحلي، وهيتراوح سعرها من 300 إلى 500 ألف جنيه، ونسبة الخصم اللي هتيجي عليها من 4 إلى 6000 جنيه. كشفت الإدارة العامة لجمارك السيارات بمرفأ اسكندرية البحري إن شهر نوفمبر الماضي شهد الإفراج عن 370 سيارة رينو ميجان 2020 جاية من تركيا. بتتوفر رينو ميجان موديل 2020 في السوق المصري بثلاث فئات، وبتعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، بيرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. العربية فيها جنوط سبور مقاس 16 بوصة، طولها الإجمالي 4 متر 63 سنتي، عرضها 2 متر، ارتفاعها 1 متر 44، والسعة التخزينية بتاعة شنطتها الخلفية 508 لتر. العربية بتقدم لعملاء السوق المصري بعدد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والركب الأمامي، ووسائد هوائية ستائرية، ووسائد هوائية جانبية. فيها فرامل ABS ونظام EBD لتوزيع الفرامل إلكترونيا، وفيها فوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ونظام ذكي لركن السيارة، وعجلة القيادة بتاعتها إلكترونية متعددة المهام. فيها مثبت سرعة وحزام أمان خلفي. أما بالنسبة لوسائل الترفيه، فيها تكييف هواء ثنائي النطاق، والتحكم في الإزاز بتاعها كله بلمسة واحدة، كمبيوتر رحلات، فيها شاشة تحكم باللمس قياس 8.7 بوصة، ونظام صوتي يتكون من 4 سماعات ومشغل MP3 وDVD ومداخل AUX وUSB، وفيها بلوتوث. بتمتاز الفئة الأعلى من ميجان بفرش من الجلد وخاصية المساج بمقعد السائق، وفيها كاميرا خلفية للمساعدة على الركب، وفرامل يد كهربائية خاصة، وفيها خاصية مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج الـ ESP للتوازن الإلكتروني، وفيها نظام تنبيه ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف محرك، وكشافات أمامية حساسة للإضاءة. العربية رينو ميجان 2020 في ديسمبر اتقدمت بأسعار رسمية 298 ألف جنيه للفئة القياسية، و 338 ألف جنيه للفئة الثانية. أما الفئة الأعلى تجهيزاً التالتة تباع ب 368 ألف جنيه. بنهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا، أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.